من الألبومات المنتظرة هالسنة كمان ألبوم أنغام، واللي أثارت جدل كبير وبلبلة واسعة بعد ما طرحت البوستر، والسبب أنه الألبوم رح يكون من إنتاجها الخاص وتحديداً إنتاج شركتها الجديدة اللي سمتها صوت مصر. فطبعاً جن جنون فانز شيرين اللي يشوفون أنها الأحق بهذا اللقب، ورجعت اشتعلت الحرب اللي أصلاً مهدت بسبب هاللقب. هل تشوفون أنها حركة خلينا نقول ذكية من أنغام للتسويق لألبومها، خاصة أنها الأقدم ومسيرتها أطول فهي تستحق اللقب أكثر، ولا أنتم مع مدرسة خلينا نقول الفنانين اللي ما يحبون الألقاب ولا يتمسكون فيها ويشوفون أن الفنان لازم يفتخر باسمه بس ويكون هو أهم لقب له؟ أنت عاشقة بجنون لأنغام، نسمع رأيك. شوف، أنا عند أنغام ما أقدر أكون محايدة مهما حاولت، والله حاولت بس ما أقدر. لا معليش، أنت في برنامج وصاير تكونين محايدة، رجع. خليني أكمل الكلام. يعني أنغام صوت مصر، صوت العرب، صوت الدنيا كلها أنغام. صوت العرب، صوت كل العالم أنغام. إحساس يعني أنغام هي فنانة العرب، هي فنانة العالم كله. أنت تدخلين الآن، لا أنت دخلتي على خط جديد. حرب في مصر، ما رجع أقول لك ما أقدر أكون محايدة. دخلتي على خط الملكة أحلام، ما أقدر أكون محايدة عند أنغام. الملكة أحلام أنا ما قلت شيء، أحلام الكل بالكل أكيد يعني، بس أنغام بالنسبة لي أنا ما أقدر أكون محايدة عند أنغام صراحة. إيش رأيك بخطوة إنه هي تنتج ألبومها الخاص؟ وكثير من الفنانين، كاظم الساهر، تامر حسني، كثير فنانين، كثير بدوا أليسا، كثير بدوا دخلوا في خط ان هم ينتجون لنفسهم. ليه وطلعوا لنا باغاني يعني البوم حلو؟ فانا متوقع ان شاء الله انه انغام كمان راح تبدا يعني اكيد. وترى على فكره حتى شيرين صرحت في لقاء قديم لها انه صوت مصر هي انغام، وشيرين على يمينها وعلى يسارها مين؟ امال ماهر.